يومان فقط. هي المدة المتبقية للبدء في استئناف النشاط الملاحي الجوي المدني في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، ثالث أهم المطارات المدنية الرئيسة بالبلاد، والمتوقف عن العمل منذ نحو 5 سنوات. إعلان كل من السلطات المحلية بالمحافظة وهيئة الطيران المدني عن جاهزية المطار لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية بعد استكمال تجهيز مرافقه الحيوية وافتتاح صالاته الخارجية الجديدة، شكل حالة من التفاؤل والارتياح الكبير بين أوساط المواطنين. بلا شك أن إعادة استئناف الرحلات في مطار الريان الدولي سيشكل أثر إيجابي كبير جدا على سكان مدينة المكلا ومحافظة حضرموت، وأيضا كذلك المحافظات المجاورة لحضرموت. بهذا ستنطوي 5 سنوات من المعاناة الأليمة. فاستمرار توقف المطار عن العمل لسنوات على الرغم من زوال أسباب إيقافه والمتمثلة حينها في سيطرة مقاتلي القاعدة على المكلا في العام 2015، وما أنتجه ذلك من معاناة شديدة لمواطني الساحل والمحافظات المجاورة لا سيما المرضى منهم، قد أوجدت حالة من الاستياء والتذمر الواسع في الشارع المحلي. والله شوف، هناك عدد حملات المناصرة التي عملت، منها حملة نساء حضرموت من أجل السلام التي كنا مشرفين عليها، وهي حملة تعاونية مع السلطة المحلية ممثلة باللواء فرج سالمين البحسني، وإن شاء الله تكون هذه خطوة من ضمن الخطوات إعادة مطار الريان إلى واجهته الصحيحة إلى كمطار دولي. الاستئناف المرتقب لتشغيل مطار الريان الدولي لن يسهم فقط في إنهاء معاناة المسافرين، بل وإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية في المكلا وجذب المزيد من فرص الاستثمار، التي قال اقتصاديون إن استمرار إغلاق المطار كان من أهم المعوقات أمامها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.